تفوق الريان هو الآخر على الجميع وتصدر مسابقة دوري نجوم قطر. الآن يأتي الدور على ديربي الدوحة، الآن يأتي الدور على تصحيح المسار بعد خسارة للعربي في الديربي الماضي أمام الريان في مباراة كانت من أروع ما يكون، انتهت بانتصار الريان. الليلة العربي يدخل إلى هذه المباراة من أجل تصحيح المسار، وفي الجانب الآخر السد يدخل إلى هذه المواجهة أيضا هو الآخر لتصحيح مساره بعد تعادل سلبي حدث للفريق في مباراة الخور الماضية التي كانت على ملعبه وبين جماهيره. الآن لقطة على حكام اللقاء، فيكتور كاساي، ليس هذا الحضور الأول لفيكتور كاساي الحكم الهنغاري الذي يأتي لقيادة هذه المباراة ويساعد مساعد أول أوريس جابور، مساعد ثاني جورجي رين، والحكم الرابع خميس الكواري، في حين مساعد إضافي أول خميس أحمد الشويخ ومساعد إضافي ثاني سيد شريف علي. تشكيلة الفريقين لهذه المباراة، أولا نبدأ بالسيد عموتة لأنه أولا جاء في الصورة، جاء بالأسماء التالية: مهند نعيم، جافي هرنانديز، عبد الكريم حسن، علي أسد، حسن الهيدوز، لويز موريكي، إبراهيم ماجد، خلفان إبراهيم، طلال البلوشي، نذير بالحاج، وأخيرا كاسولا. على الجانب الآخر قائمة الأسماء بالنسبة للعربي بهذه المباراة: مسعود زراعي والذي توقف عن التمرين لفترة طويلة بسبب عدم انتظام دقات القلب، وثم بعد ذلك الفحص في سبيتار أعطاه الإذن للعودة بعد توقف، وتم الاستعجال بفحصه بعد غياب رجب حمزة بالبطاقة الحمراء في المباراة الماضية. أدى ذلك الغياب إلى حاجة العربي بأن يكون مسعود زراعي حاميا للعريم بهذه المباراة. يرافق مسعود زراعي في قائمة نادي العربي معلم خوخي، عمر أحمد، عادل لامي، علي جاسمي، مصعب محمود، سيرجيو دوترا، عبد الله مبارك، رود فاني، باولو سيرجينيو، سيد اشكان. هذه قائمة الفريقين التي تلوناها على حضراتكم، وهذا الحكم الذي يعطي حديث مع مساعديه من اجل الانطلاقة في المباراة، من اجل البدء في ديربي الدوحة. العربي الى يسار السادة المشاهدين، السد الى اليمين، ونحن بانتظار انطلاقة المباراة الان، المباراة التي تبقى عند صافرة المجري السيد فيكتور كاساي الذي اعطى اذن البداية الان، والكرة في صالح نادي السد، ملعوبة على طول طويلة، وثم بعد ذلك السد يتحصل على كرة في وسط ملعب تذهب على الجهة اليمين لصالح النادي العربي، ومحاولة العرباوية باتجاه نذير بالحاج، نذير بالحاج الذي بلا شك بأنه يشهد واحدا من أقل مواسم السد على الإطلاق، لا أقول الأسوأ لأنه السد ليس سيئا ولكنه أقل مواسم السد على الإطلاق. الكرة ملعوبة لصالح النادي العربي، المحاولة عرباوية على طول من سيد أشكان يحول الكرة للاتجاه اليسار في وسط الملعب. المباريات التي لعبت في هذا المساء: الغرافة تعادل سلبيا أمام مصلاب في أول مباريات اليوم، والإخوية خسر من الريان بهدف لـ3، في حين هذه المواجهة الثالثة. أمس أقيمت مباراتين، الأهلي فاز على الخور 1-0، وكذلك ام سمير خسر من قطر 0-2، في حين اول مباريات الجوله، اول مباريات الاسبوع، الخرطيات فاز على السيليه 2-2، والوكره خسر من امام الجيش بهدف لـ2. هذه مباريات الجوله، والجوله القادمه السد عند مباراة مهمة جدا أمام الغرافة. اليوم مهمة صعبة وغدا مهمة أصعب، وكرة ملعوبة إلى الجهة اليسار لكنها تذهب إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب لتصبح بعد ذلك ركلة مرمى عند مسعود زراعي حارس المرمى أو على الجانب الآخر مهند نعيم حارس المرمى لنادي السد. مسعود زراعي الرجل الذي لا تأتي اللقطة عليه لأنه السد لا يهاجم حتى الآن في هذه المباراة. الريان في طليعة أندية دوري نجوم قطر ب 21 نقطة، يبتعد بفارق 4 نقاط عن أقرب المنافسين الجيش صاحب 17 نقطة، وثم بعد ذلك الثالث السد ب 14 نقطة، لكن السد بست مباريات الجيش اكتملت مواجهاته في دوري النجوم. هذه كرة ملعوبة، المحاولة على طول إلى عبد الكريم حسن، عبد الكريم حسن يمرر الكرة في جهة اليسار لكن الكرة تقطع وتعود بعد ذلك في وسط الميدان لصالح السد. خلفان، خلفان يتقدم، خلفان بعد ذلك يحصل على مخالفة، ركلة حرة مباشرة.
يحصل على مخالفة ركلة حرة مباشرة موجودة في وسط الملعب في صالح نادي السد عند تشافي إرنانديز. تشافي من اللاعبين الذين أتوا في هذا العام لإثراء مسابقة الدوري بدون شك. عندنا لاعبين كثر جاءوا هذا العام لإثراء مسابقة الدوري، من بينهم تشافي إرنانديز، عدة أسماء أخرى جاءت مثل كاسيريس في نادي الريان، حمد الله عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الجيش أيضا من الأسماء التي جاءت لتثري مسابقة الدوري. 23 أجنبي جديد ينافسون القدامى في مسابقة الدوري هذا العام، جاءوا من أجل الإضافة في العام الحالي، لكن أعتقد بأننا نعيش في واحد من أجمل الأعوام على الإطلاق بالنسبة لدوري نجوم قطر، حينما تشهد هذا الاكتظاظ الجماهيري الذي يحدث مؤخرا في دوري النجوم، خصوصا من جانب جمهور الريان الذي لا يتخلف عن أي من مواعيد فريقه، وجمهور العربي في الجولة الماضية قد حضر بشكل ملفت للانتباه، وهناك أيضا حديث ووعود من الجماهير على الجانب الآخر في السد وفي العربي وفي كل مكان من أجل الحضور ومن أجل ملء المدرجات وملء الفراغ الذي بقي لفترة من الزمن فارغا وشاغرا، ثم الحضور الجماهيري والعودة، عودة الجماهير إلى أوطانها وعودة الجماهير إلى المدرجات هي التي أعادت مرة أخرى الملح لمسابقة الدوري، والتي حركت الساكن، حركت الساكن، حركت الماكن والساكن وكل شيء ينبض في العروق حقيقة. أنت لما تجي للملعب وتشوف الجمهور حاضر، والجمهور هو من يهزك في كل مخالفة في كل حركة في كل سكون، هذه كرة ملعوبة إلى رأسية تذهب إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية جانبية لصالح نادي السد، إلى رمية جانبية لمصلحة نادي السد. نعم الجمهور يحركك مع كل حركة، وحتى في السكنات تتحرك حينما يصرخ الجمهور وحينما يهتف الجمهور. هذا ما كان يحدث في المباراة التي سبقت هذه المباراة. هذه كرة ملعوبة إلى داخل منطقة الجزاء، علي أسد، علي أسد في محاولة لكنها تقطع وتعود مرة أخرى لصالح نادي السد. السد عند محاولة على طول تلعب بالراس إلى الجهة اليمين إلى كوسولا. كوسولا لعب كرة واصلة في وسط الملعب لصالح نادي السد الذي يستحوذ على كرة في هذه اللحظة. السد قلنا أنه يأتي في المرتبة الثالثة ب 14 نقطة على مستوى الدوري، في حين العربي خامسا ب 12 نقطة. العربي جيد جدا هذا العام، نعم تخلف في بعض المباريات منها مباراة الغرافة ومنها مباراة الريان، رغم أنه تألق في مباراة الأخوية أيما تألق. هذه كرة ملعوبة الآن على الجهة اليمنى لصالح نادي السد، المحاولة السداوية موجودة عند علي أسد إلى تشافي إرنانديز، تشافي يلعب الكرة إلى علي أسد، ثم الصافرة من فيكتور كاساي يعطي مخالفة ركلة حرة مباشرة تذهب إلى صالح نادي السد على الجهة اليمين. مخالفة ركلة حرة مباشرة في صالح نادي السد على الجهة اليمنى، يتحرك للمخالفة نذير بن حاج الذي يطلب من تشافي إرنانديز، بل هو وتشافي قد تآمروا بالكرة الماضية، لكنه حكم المباراة لا يسمح لهذه المؤامرة أن تتم على حساب النادي العربي، وبالتالي أوقف الكرة وطلب من حائط الصد أن يعود إلى مكانه، رتب كل شيء في مكانه والكرة تعود إلى مكانها، والمخالفة موجودة عند تشافي إرنانديز، يلعب كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء والتسديدة تذهب بعد ذلك باتجاه مسعود زراعي. مسعود زراعي يحصل على الكرة الماضية، مسعود يطالب من زملاء التقدم إلى الأمام. العربي سجل في مسابقة الدوري 11 هدف، لكن المشكلة أنه تلقى 8 أهداف، 5 من الثمانية جاءت في المباراة الماضية، وبالتالي قد لا تكون العلة يعني يجب التركيز عليها، لأنه 5 في مباراة واحدة، المباراة تأتي بظروفها لا يمكن أن يستشهد فيها على أنه هناك اعتلال في خط الظهر بالنسبة لنادي العربي. هذه كرة ملعوبة الآن على الجهة اليمين للسد، تعود إلى الخلف إلى كوسولا، كوسولا يلعب الكرة من الجهة اليسار بعرض الملعب، ثم تشافي يحصل على كرة، تشافي، تشافي يلعب الكرة من الجهة اليمين، المحاولة لصالح السد، والزعيم يتقدم في محاولة على الجهة اليمين، والمحاولة ما زالت مستمرة، ملعوبة عرضية لكنها إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة ركنية، إلى ركلة ركنية، الركلة الركنية لمصلحة السد. تشافي إرنانديز، المبادرة في المباراة كانت عرباوية، لكن بعد ذلك
السد يحصل على زمام المبادرة، والركلة الركنية موجودة لصالح نادي السد على طول إلى منطقة الجزاء. أوبا! أوه! إلى خارج أرضية الملعب. خطورة كانت واضحة مع الكرة الماضية، لكن الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية، والركلة الركنية عند تشافي هرنانديز. تشافي يتحرك الآن لتنفيذ الركلة الركنية في صالح السد. تشافي على يمين مسعود زراعي. تشافي يتحرك مع نادير بلحاج. تشافي والركلة الركنية الآن لمصلحة نادي السد، يطالب زملاء بالتقدم إلى الأمام والتحركات في منطقة الجزاء. وتشافي يلعب كرة، أوبا! الهجمة على السد. السد فوت فرصة الهدف الأول. الهدف الأول يضيع يا زعيم. شوف الكرة ملعوبة. أوه 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 أوه. الدربكة كانت في الدفاع، ليس لقلة خبرته وليس لضعف حيلته، بل والله لحيلة تشافي، بل والله لإمكانيات تشافي. تشافي يحير اللي ما يحتار. تشافي لعب كرة حصل فيها دربكة في دفاع نادي العربي، لكن الكرة في الأخير مرت إلى خارج أرضية الملعب. العربي عند الكرة ملعوبة على طول إلى الجهة اليمين، مرت ومضت إلى خارج أرضية الملعب إلى أوت رمية جانبية. نادير بلحان، نادير يأخذ الكرة إلى طلال. طلال يلعب الكرة للأمام، لكن الكرة مقطوعة تعود في صالح النادي العربي. العربي يمهد الآن في هجومه، وثم بعد ذلك الزعيم يستعيد كرته. علي أسد، بل أقول يستعيد نغمته. الكرة إلى نادير بلحاج. نادير بلحاج مرر الكرة إلى علي أسد. علي أسد بعد ذلك التمرير. هكذا تبقى الكرة دائما في تداول بين لاعبي السد في وسط الميدان. والعربي لا يحرك ساكن، العربي لا يعمل ضغط على حمل الكرة، يتراجع فقط إلى الخلف. هذا كل ما عليه أن يصنعه في هذا التوقيت. والكرة ملعوبة على الجهة اليمنى لصالح نادي السد. على طول التمرير باتجاه علي أسد. علي أسد يمر الكرة، لكنها تقطع وتعود إلى العربي. المحاولة عربوية في وسط الميدان لنادي العربي، تمرر إلى أشكان. أشكان يلعب كرة ممتازة، راحت على الجهة اليسار. ثم العودة الآن إلى نادي السد. العودة الآن إلى نادي السد. والسد يتحصل على كرة على طول من عبد الكريم حسن. عبد الكريم يلعب الكرة إلى نادير بلحاج. واضح أن عبد الكريم حسن عليه توجيهات أنه لا يتقدم إلى الأمام أبدا. عبد الكريم حسن في ظل وجود نادير بلحاج. هذه الكرة ملعوبة على طول إلى الجهة اليمين، أقصى اليمين، والتقدم فقط للاعب واحد. ينضم مع الثاني موريكي. مرت الكرة من أمامه. نادير بلحاج يأخذ الكرة. نادير في كرة خطرة. هجوم سداوي متواصل لا يتوالى لا يتوقف. والكرة لصالح السد الآن على طول إلى خلفه. أعتقد بأن السد يعض أصابع الندم على بغداد بنجع اللي وقع معه في بداية الموسم ثم أعار لفريق الأصلي. هذه كرة ملعوبة إلى نادير. نادير يأخذ الكرة في منطقة الجزاء. حول عدي نادير الكرة معه، رجل ضد رجل، والمحاولة تعود إلى الخلف. عبد الكريم حسن يمرر الكرة قصيرة إلى نادير. نادير عدى. نادير لعب كرة عرضية، لكن كرة نادير العرضية راحت باتجاه حارس المرمى مسعود زراعي. حارس المرمى الذي تنازل عن قميصه، الذي تنازل عن الرقم واحد لجمهور النادي العربي. يستاهل جمهور النادي العربي أن يحصل على الرقم واحد، نظير صبره لسنوات طويلة. ولكن لنا عتاب على الجمهور العربي، يجب أن يكون الحضور أكثر وأكثر وأكثر مهما تعثر ومهما تعثر فريقك مهما تعثر. هذه كرة ملعوبة إلى عبد الكريم حسن. عبد الكريم يلعب الكرة إلى تشافي هرنانديز. تشافي، أقول هذا الكلام لثقة تامة أن العربي له شعبية كبيرة جدا، له شعبية جارفة، لكن هذه الشعبية عندها بعض العتب، عندها بعض العتب وعتاب المحبين قاسي، وعتاب المحبين قاسي. يا عربي، هذه كرة ملعوبة إلى الأمام إلى صالح النادي العربي. على طول التمريرة في الجهة اليمين، يأخذ الكرة علي جاسم. مرر الكرة علي جاسمي، لكنها تقطع لتعود في صالح النادي السد. تشافي هرنانديز يتلقى كرة. تشافي يلعب الكرة. يا أخي هو السد كبرى كبرى، يمتعك بالكرة. هذه جهة تشافي، هذه كرة ملعوبة إلى خلفان. خلفان إبراهيم مع الكرة الآن في الجهة اليمنى. هذا حتى يمتعك، وهذا خذ لك واحد ثاني يمتعك، لكن حتى الآن ترى أنا ما بعد استمتعنا. يعني نعم احنا نسخن معاكم، لكن إلى الآن المتعة لم ترى
لم ترى إلى الآن، لم ترى إلى الآن في المباراة. نبحث عنها من الجانبين، من الجانب العرباوي ومن الجانب السداوي، وديربي الدوحة وتاريخ قديم من التحديات الكبيرة بين الطرفين، بين الفريقين العريقين. الكرة الآن فيها صافرة ومخالفة، ركلة حرة مباشرة. أتفق مع فيكتور كاساي بالمخالفة والركلة الحرة المباشرة التي يحتسبها الآن في هذه اللحظة. ماذا تحدث به حسين عبوته قبل هذه المباراة؟ قال بأن هذه المباراة لا يعدو كونها مباراة دولية، يعني لا أعتقد أنها أكثر من ذلك. في حين زولا الأسطورة، النجم، التاريخ الرائع إلى جانب البلوز، بغض النظر عن فترة في نابولي ومنتخب إيطاليا، تاريخ الروعة اللي سجل إلى جانب البلوز، تحدث قبل المباراة وقال أن هذه المباراة هي مباراة تصحيح المسار ومعالجة الجراح. هوبا، خذ لك جرح جديد، خذ لك جرح جديد من السد العنيد، من السد الحديد. يسجل الهدف الأول، الهدف الأول عبر عبد الكريم حسن اللي يتقدم للسد الآن بأول أهدافه. الله 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 الله، عبد الكريم حسن يسجل الهدف الأول. جافي هرنانديز خلف الكرة الثابتة ومات بها جول. حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدق فلا عقل له. هذا الهدف الأول الآن، عبد الكريم حسن إذا بيرفعها جافي غصب عن عبد الكريم يحطها جول، غصب عن عبد الكريم يحطها جول. هدف واحد لا شيء للعربي، السد من بدايتها ناويها وتمكن من تسجيل الهدف الأول بعد ضغط متواصل ينتج عنها الهدف الأول في أول ربع ساعة من زمن شوط المباراة الأول. العربي هل يستسلم لهذا الهدف أو عنده كلام آخر الآن سيقدمه في المباراة؟ سينتفض بعد الهدف. الكرة ملعوبة للعربي، هجمة مرتدة أرضية تبحث عن لاعب لكن لا أحد. هنا الكرة على طول إلى باولينيو، إلى محاولة داخل منطقة الجزاء. هوبو، قرر يا كساي، أعطني قرارك يا كساي. باولينيو استحق ركلة الجزاء ولا لا؟ ما أبغى قرار كساي، أبغى قرار مخرجنا، أعطني إياها بالإعادة أتمكن منها وأعرف إذا ركلة جزاء. العربي صيحات جماهيرة، صحيحة ولا لا؟ أعتقد أنها صحيحة. سامحني كساي، سامحني السد، أعتقد الصيحات صحيحة، لكن إذا جاء المخرج بالإعادة سأتأكد وسأقف إما مع العربي إما مع الحكم. هذه الكرة لصالح نادي السد، فيها مخالفة، ركلة حرة مباشرة، ركلة حرة مباشرة لنادي السد. المخالفة جاءت في وسط الملعب بعد تدخل عبد المبارك. المخالفة ملعوبة على طول إلى خلفه. ربع ساعة أولى في زمن شوط المباراة الأول. السد البوزيشن 65% مقابل 35 للعربي، واضح، واضحة أفضلية السد على مستوى الاستحواذ على الكرة، على مستوى النتيجة. الكرة ملعوبة الآن في صالح نادي السد. إلى الآن ما وصلت إعادة باولي، والعربي لا يريد أن يتوقف على لقطة باولي. العربي يفكر الآن فيما تبقى من دقائق هذه المباراة، ويترك الحديث عن لقطة باولينيو للزملاء في برنامج الحكم في قناة الدوري والكأس. الكرة ملعوبة الآن على الجهة اليسار، انطلاقة ممتازة إلى موريكي، موريكي إلى نذير بلحاج، نذير بلحاج عند كرة من الجهة اليسرى، عرضية لموريكي، موريكي يخسر الكرة، لكن في الأصل مسعود شجاعي، كان شجاع وهو الذي خسر موريكي. خلفان إبراهيم، خلفان يلعب الكرة إلى تشافي، تشافي يلعب الكرة إلى علي أسد، علي أسد تمريرة، لكن تمريرة علي أسد تقطع وتعود إلى صالح نادي العربي. العربي عنده هجوم الآن قادم عبر الجهات اليسار، وثم الكرة يخسرها علي جاسمي لتذهب إلى نذير بلحاج. نذير بلحاج حاول يعدي، نذير بلحاج الكرة معه لكنه يخسر كرته لتذهب بعد ذلك الكرة لصالح النادي العربي في وسط الميدان. فيكتور كاساي يطالب باستمرارية اللعب، أدفانتج، والكرة ملعوبة على طول من دفاع نادي السد مبعدة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية، إلى ركلة ركنية. حديث بين نذير وفيكتور كاساي وكذلك سيد أشكان. الركلة الركنية الآن لصالح النادي العربي، ليس هناك تواجد عددي جيد، بطء للاعبين العربي من أجل الوصول إلى منطقة الجزاء، وعندهم لاعب الآن يبحث عن تنفيذ الركلة الركنية. والكرة لصالح النادي العربي، المحاولة عند علي جاسمي،
وجل، والكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء بالرأس على طول، تبعد وتقطع وتعود الآن للعربي مرة أخرى. العربي سيهاجم وسيضغط وسيبحث عن هدفه بعد أن تمكن السد من تسجيل هدفه الأول. هذه كرة ملعوبة عرضية داخل منطقة الجزاء، هوبا اليسار الى صافره ومخالفه ركله حره مباشره، ركله حره مباشره. العربي عاد مره اخرى عبر باولينيو، هدف تعادل خرافي من باولينيو الخرافي واللاعب المثالي، سجل هدف مثالي، هدف التعادل، انتهز فرصه وسط غيابات من المدافعين سجل فيها هدف التعادل. الكره ملعوبه للنادي العربي على طول في وسط ميدان، ضرب على حامل الكرة، مخالفة ركلة حرة مباشرة، السد بعد هدف التراجع. العربي أصبح أكثر قوة، العربي عرف بأنه لا شيء يخسره فيما تبقى من هذه المباراة بعد أن جاء في مرمى هدف. جعل يتحلى بالشجاعة، جعل يتحلى بالشجاعة، خلاص ينسى أن السد زعيم مسابقة الدوري، ينسى تاريخ السد وينسى حجم نادي السد، ويذكر السد بأنه كان في يوم من الأيام يشاطر الألقاب ويشاطر المتعة في مسابقة الدوري. هذه كرة ملعوبة إلى الأمام لمنطقة الجزاء لتعود على الجهات اليسار العربوية، محاولة لا هكذا، لا هكذا تلعب الكرة. مصعب محمود النجم اللي كان حقيقة في بداياته إلى جانب يعني أنا لا أقول البدايات ولكن أقول في أحد مراحله إلى جانب نادي الخور، بعد ذلك في مرحلة مهمة كانت وذهبية حينما اتجه لنادي الريان وحقق مع الريان لقب كأس حضرة سمو أمير البلاد المفدى فيها أو كأس سمو ولي العهد بالأصح. ومع تلك المرحلة مصعب محمود توهج ثم بعدها ذهب لنادي الجيش، والآن يتواجد إلى جانب النادي العربي مصعب محمود. وفي مرحلة تنقلات كثيرة كانت لمصعب محمود حقيقة في الثلاث سنوات الماضية. الكرة ملعوبة إلى الجهة اليمين، تتمرر الكرة ملعوبة على الجهة اليمنى على طول إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية أو إلى ركلة مرمى حسب إشارة السيد فيكتور كاساي والمساعد الأول أورس جابور الذي احتسب ركلة مرمى مع الكرة الماضية. ركلة المرمى تلعب من مهند نعيم على طول إلى الأمام لتصل بعد ذلك في صالح نادي السد إلى صافرة يتدخل فيها السيد فيكتور كاساي. ثلث ساعة في شوط المباراة الأول والثلث ساعة فيها كثير من الحركة من الفريقين، الكرة لا تتوقف، الكرة سريعة، تصبح الكرة أكثر سرعة حينما تكون المدرجات تشهد حضور جماهيري أكثر لأنها هي الحافز الحقيقي للعب. مخالفة تأتي في مسافة بعيدة وخوخي معلى بيبقاها تسديده مباشره للمرمى، خوخي يستعد وقدام خوخي فقط لاعب حائط صد واحد، وخوخي معلى عن بعد يرسل الكره، خوخي معلى عابره للقارات يا خوخي، لكن الكره على طول فيها تصدي من مهند نعيم، يبعد الكره لخارج ارضيه الملعب. شوف الكره مره اخرى عابره للقارات من خوخي معلى الى خارج ارضيه الملعب لتصبح ركله ركنيه، ركلة ركنية قوية. تسديدة الماضي من خوخي معلم، اللاعب الذي في كل يوم يزداد عشقا للعربي. هذه كرة ملعوبة إلى منطقة الجزاء، خوخي معلم الذي يعيش مع العربي كل حالاته، كل حالاته الأجمل منها والأسوأ. هذه كرة ملعوبة إلى الأمام من مهند نعيم،
صافرة، الحكم يعيد الكرة لأنه باولينيو اعترض الكرة الماضية أمام مهند نعيم، لذلك الحكم يعيد الكرة لمهند نعيم حارس مرمى نادي السد. خلاص المباراة فيها مناصفة بين الفريقين، لا أحد يعتني على الآخر، لا أحد يعتني على الآخر حقيقة. أيضا حتى على مستوى الحضور الجماهيري، السد يسجل حضور جماهيري جيد، والعربي يسجل حضور جماهيري جيد، ونادير فرحات يعيد الكرة إلى طلال بلوشي، بلوشي يلعب كرة إلى علي أسد، علي أسد في محاولة ملعوبة على طول إلى موريكي لكنها بعيدة كل البعد، لتصل مباشرة هنا عند حارس المرمى مسعود زراعي، مسعود زراعي يلعب الكرة في الجهة اليسار، المحاولة لصالح النادي العربي ثم العودة مرة أخرى إلى خارج أرضية الملعب. حينما أنهى وتعاقد
مع بغداد بونجاح توقع أن أموريكي لديه ما يقدم. أبقى بغداد بونجاح عند فريق السابق على سبيل الإعارة، لكنه أعتقد الانتقالات الشتوية بغداد بونجاح لا بد أن ينضم إلى نادي السابق. الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى الأوت، رمية جانبية. بغداد بونجاح يلعب إلى جانبي. النجم الساحلي عند مباراة أمام الإفريقي في مطلع شهر نوفمبر، أيضا من المباريات المنقولة على قنواتكم، قنوات الدوري والكأس، قنوات التي ترصد كل الكرة العربية في كل مكان، الدوري التونسي، الدوري الجزائري، و بعض من قمم الدوري السوداني، وبعض من قمم الدوري الأردني، بالإضافة إلى مسابقة دوري نجوم قطر التي تبقى دائما المسابقة التي تحظى باهتمام منقطع النظير من قنوات الدوري والكأس. جعلت دوري نجوم قطر أكثر دوري حقيقة في المنطقة تسلط عليه الأضواء الإعلامية، وأكثر دوري بالمنطقة يحظى بمجموعة برامج وبمجموعة قنوات من الدوري والكأس ترصد الدوري. تساعد في تقديمه بالشكل اللائق، الكل حقيقة يتعاون على هذا الدوري، المسؤولين الذين وفروا كل شيء، الجمهور الذي عاد إلى موطنه، قنوات الدوري والكأس التي لا تتوانى حقيقة في تقديم ما عليها من أجل أن يتعاون أو أن تتعاون مع الكل في هذه الصورة التي تشهدونها الآن، الصورة المثالية في الديربي اللي سبق هذه المباراة، وفي قمة الأسبوع الآن هذه المباراة، مباراة السد والعربي التي حتى الآن ما زالت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لهدف، ونحن نمضي أو نمضي نصف ساعة من زمن شوط المباراة الأول، ويتبقى على هذا الشوط ربع ساعة، والسد بطريقة المعتادة كما يريد، يعشق الاستحواذ على الكرة، السد دائما يلعب بهذا الأسلوب، يعتقد بأن الكرة لا يجب أن تذهب بعيدا عنه، يعتقد بأنه الكرة بأي حال من الأحوال يجب أن تكون تحت أقدام لاعبينه. هذه الكرة إلى عبد الكريم حسن، عبد الكريم حسن، يعني السد بغض النظر إذا كان هذا الأمر إيجابيا أو سلبيا يفضل أن يستحوذ على الكرة في أغلب الفترات، ولو أنه نشاهد أنه ليس إيجابي في كل فترات شوط المباراة الأول، المباراة فيها شد وجذب، هذه كرة ملعوبة إلى منطقة الجزاء، كل من يسجل يتنازل عن الهجوم، سجل السد فتنازل عن هجومه الذي بدأ به شوط المباراة الأول، ثم العربي صار هو من يهاجم ويبادر، سجل العربي ليعود مرة أخرى إلى 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 الخلف وإلى الوراء. هكذا هم الطليان، لا شك أن زولا الإيطالي مرر هذا الفكر الكروي إلى لاعبينا. هذه الكرة ملعوبة إلى صالح نادي العربي، انطلاقة وتقدم، ملعوبة الكرة إلى الجهة اليسار، المحاولة فيها مرور، المرور من ثاني لاعب، والتسديدة بعد ذلك تذهب باتجاه حارس المرمى، راحت باتجاه حارس المرمى، التمريرة الماضية أو التسديدة الماضية لتذهب إلى مهند نعيم، مهند يلعب الكرة بيده لتذهب الكرة إلى طلال بنوشي، طلال بنوشي يلعب الكرة إلى خلفان إبراهيم، خلفان إبراهيم في وسط الملعب، يحصل على مخالفة في دائرة الوسط خلفان، وركلة حرة مباشرة تذهب إلى مصلحة نادي السد في هذه الأثناء. مخالفة شافي يلعب الكرة إلى نذير بلحاج، نذير بلحاج يعطي كرة على طول إلى تشافي، تشافي عند خلفان، خلفان يلعب الكرة في الجهة اليمين، والمحاولة لمصلحة نادي السد الذي يتقدم في كرة ملعوبة على طول إلى خلفان، خلفان يأخذ كرة عند خلفان، يلعب كرة عرضية ممتازة جدا لصالح نادي السد، التدخل الدفاعي وإبعاد الكرة إلى اليسار، نذير، نذير يلعب كرة عرضية تذهب لخارج أرضية الملعب، جانب من جمهور نادي السد الحاضر إلى المباراة لمناصرة وتشجيع فريقه، ركلة ركنية لصالح نادي السد على طول، تشافي يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، دائما كرة محيرة لمدافع النادي العربي، الكرة مستمرة، تشافي يلعب كرة عرضية، هوب
سلام يا سلام يا سلام. إبراهيم ماجد يلعب الكرة الباكورد لأنه الشافي يعطيهم الكرة كما يريدون، فهم يفعلون بها ما يريدون. لاعب السد يتفننون لأنه الشافي يضع لهم الكرة كما يريدون. حدد المقاس، حدد المكان اللي تنتظر الكرة أن تصل إليه، ستجد الكرة كما تريد. كرة بالرأس، إضافة كبيرة جدا بلا شك. لاعب بحجم تشافي، لاعب بحجم تشافي، لاعب الألقاب ولاعب الإنجازات ولاعب البطولات ولاعب نادي الأحلام الذي في سنوات بسيطة خطف كل الألقاب. تشافي هرنانديز حتى إلى جانب منتخب بلاده. هذه الكرة إلى طلال، طلال بنوشي قدم فاصل مهاري، طلال عند الكرة مرة ثانية، طلال يلعب الكرة إلى نادير، نادير بالحل تقدم وانطلق يلعب كرة عرضية لكن هالكرة مقطوعة إلى صافرة والكرة تتجه بعد ذلك يجب أن تبقى كركلة مرمى عند حارس المرمى مسؤول زراعي. الإنجازات والأساطير واليوم
من جاءوا ليرثوه في الميادين يجدون كل التساهيل والتيسير من أجل أن يحققوا رفعة الرياضة القطرية. هذه كرة عرضية لكنها تذهب على طول إلى مسعود زراعي. عبارة كتبها جمهور العربي: شكرا رجال العربي على إسعادنا، الكل صابر مهما طال الانتظار يا العربي، أترك الدنيا وجيلك يا العربي. يا سلام يا سلام، يعني بصراحة شيء ما يتحرك في العروق، شيء ما ينبض في عروق. الشعور لا يوصف عند الرياضيين وهم يشهدون هذا الموقف ويشهدون هذا الحضور الجماهيري وهذا التنافس القوي وعودة الحياة مرة أخرى إلى المدرجات. كرة ملعوبة إلى كوسولا، كوسولا عاد الكرة براسه على طول باتجاه حارس المرمى، الكرة عند الكريم حسن ثم نذير بن حاج. اليوم يتأكد اهتزاز أسطورة نادي الأخوية، الأسطورة اللي في الخمس سنوات الماضية شيء كاسح لا يكسح، شيء كاسح لا يكسح، ولكنه بدأت تتعرض هذه الأسطورة لشيء ما من الاهتزاز. أسطورة الأخوية خسارة من أمام العربي، خسارة من أمام الريان، خسارتين من أمام الفرق العريقة، من أمام فرق الجماهير. كرة ملعوبة إلى خارج أرضية الملعب إلى الأوت. راحت الكرة على طول إلى الخلف. إبراهيم ماجد، شوط المباراة الأول هل يستمر على التعادل الإيجابي؟ شيء ما يحدث في المباراة يؤكد ذلك، يؤكد بأنه شوط المباراة الأول ربما لا نشهد فيه أكثر من نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لهدف. لا شيء يلوح في الأفق بأن هناك هدف آخر قد يأتي في شوط المباراة الأول، لربما الأهداف مؤجلة. الكرة لصالح نادي السد إلى نذير، نذير يصوب، رائعة جدا من نذير الكرة الماضية، حطة بيمنى ممتازة. شافي لعب الكرة إلى نذير، نذير صوبها ساقطة لكنها اعتلت العارضة بقليل، جاءت في الشبكة العلوية وبالتالي ركلة مرمى تأتي إلى مصلحة نادي العربي عند مسعود زراعي. مسعود زراعي لا غيابات بالنسبة لنادي العربي سوى رجب حمزة الذي يغيب بالبطاقة الحمراء في المباراة الماضية، عدا ذلك العربي لا يسجل أي غياب في غضون شوط المباراة الأول. إلى الجهة اليسار، عبد الكريم حسن يعطي كرة إلى نذير بن حاج، نذير عنده كرة ملعوبة إلى عبد الكريم حسن من الجهة اليسرى يبحث عن زميل، هنا موريكي موجود. موريكي يا سلام على الاستدارة يا موريكي، موريكي بعد استدارة يلعب كرة في وسط الملعب على طول باتجاه اليسار ثم خلفان، الكرة مع خلفان، أعطاها طلال، شافي هرنانديز، شافي لاي يلعب الكرة لنذير، نذير يعطي الكرة إلى موريكي، إلى مخالفة جاءت من مسافة بعيدة، ركلة حرة مباشرة في صالح نادي السد. مخالفة ركلة حرة مباشرة تأتي
يأتي من مسافة بعيدة. شافي هرنانديز عند مخالفة ملعوبة ساقطة. الكرة تنتهي بمخالفة أعلن عنها حكم المباراة المجري السيد فيكتور كاساي. فيكتور كاساي أعلن عن مخالفة موجودة في صالح النادي العربي. كل الكرات التي يقف خلفها تشافي هرنانديز تكون محرجة للخصوم. طريقة إبعاد المخالفات اللي يقف خلفها أو الكرات العرضية بصفة عامة اللي يقف خلفها تشافي هرنانديز صعبة جدا. جانب من الحضور الجماهيري على الجانبين في العربي وفي السد. جمهور أمتع واستمتع. أمتعنا بحضوره واستمتع بهدفين من أروع ما يكون. الأول جاء عن طريق عبد الكريم حسن، ثم بعد ذلك الرد الصارخ عبر باولينيو بهدف رائع جدا 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 جدا. أعشق مثل هذه الأهداف. أعشق مثل هذه الأهداف. حالة الدوران والتركيز اللي كان عليها باولينيو شيء رائع جدا. لكن بعد هدف التعادل لنادي العربي دائما تتوقع ان السد يسجل اكثر مما تتوقع ان يسجل العربي، لانه عاد ليختفي مرة أخرى كما كان في بداية المباراة قبل أن يأتي هدف السد في مرمى. عاد ليختفي من جديد العربي. الكرة للسد ملعوبة في وسط الملعب. المرور موجود والمحاولة للتقدم والصافرة من فيكتور كاساي. لعبة الكرة إلى طلال بلوشي. الثواني الأخيرة على نهاية شوط المباراة الأول. نذير بن حاج يا سلام أعطى الكرة إلى طلال. الكرة في الجهات اليمنى. المحاولة على طول ملعوبة باتجاه خلفان. خلفان بالجهات اليمين يحصل على كرة، وخلفان يلعب كرة عرضية لكنها تقطع إلى خارج أرضية الملعب. دقيقة واحدة مقدرة وقت بدل ضايع. دقيقة واحدة مقدرة وقت بدل ضايع يضيفها السيد فيكتور كاساي على شوط المباراة الأول. الركلة الركنية الآن لنادي السد ملعوبة، هوبا بالرأس لكنها تقطع. تعود الآن لصالح مصعب محمود. مصعب سريع، مصعب سريع، مصعب سريع، مرتدة للنادي العربي في الجهة اليسار. مصعب ياخذ كرة يبحث عن زميل لكنه الزملاء تأخر، وهو الآن خالف كلام وخالف رأيي حينما عبرت بأن مصعب سريع. لا لا والله هذا السريع، هذا السريع تقدم وانطلق وصل بالكرة إلى تشافي، تشافي إلى موريكي وتسديدة. قلت لك السد عض أصابع الندم على بغداد منجح. على بغداد منجح. النجاح لا يعرف له طريقة موريكي. انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادات والسادة متابعينا مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. نعود وإياكم من جديد إلى مجريات شوط المباراة الثاني بعد أن تابعنا سوية أحداث شوط المباراة الأول الذي حقيقة أراه أوفى بوعوده بعد تعادل إيجابي بين الفريقين في شوط المباراة الأول. الآن شوط المباراة الثاني على وشك البداية. شكرا للزميل خالد الفضلي، شكرا الكابتن عبيد جمعة اللذين تحدثا عن مجريات شوط المباراة الأول وما جاء فيه وعن تفاصيل أحداث الشوط الأول من اللقاء. الآن شوط المباراة الثاني ينطلق ويبدأ. أولا سدويا نتحدث وإياكم عن قائمة الفريقين التي بدأت هذه المباراة والتي على ما يبدو أن قرأ عليها تبديل الآن قد حدث من مدرب النادي العربي. العربي بدأ بمسعود زراعي، وعلم خوخي، عمر العمادي،
عادل لامي الذي غادر ملعب المباراة وحل مكان دامي تراوري، علي جاسمي، مصعب محمود، سيرجيو دوترا، عبد الله مبارك، رودفاني وباولينيو، سيد أشكان قائمة أسماء النادي العربي في هذا اللقاء. على الجانب الآخر نادي السد في هذه المباراة يلعب بمهند نعيم، جابير ناندز، عبد الكريم حسن، علي أسد، حسن الحيدوز، لويس موريكي، إبراهيم ماجد، خلفان إبراهيم، طلال البلوشي، ندير بالحاج كاسوري. وعلى ما يبدو أن السد يحافظ على تشكيلته التي بدأ بها هذه المباراة. الكرة ملعوبة الآن على الجهة اليمنى لصالح النادي العربي، تمريرة على طول تلعب والمحاولة تبقى عربوية بتمريرات قصيرة بين لاعبي العربي، تذهب الكرة معها إلى خارج أرضية الملعب إلى الأوت رمية جانبية. تتذكرون ما قلت في شوط المباراة الأول، تتذكرون حينما قلت بأنه السد أفضل من يلعب في قطر على الأرض ويلعب الكرات التيكي تاكا والكرات والمربعات والمثلثات؟ هذا جاء حتى باعتراف بعض من الجماهير العربوية التي التقيت بين شوطي اللقاء التي تحدثت عن 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 أداء السد الرائع جدا وتمريراته على أرضية الملعب، وتمنت لو أن العربي يلعب الكرة بالطريقة التي يلعب بها السد. لكل فريق طريقة ولكل طريق أسلوبا. للسد نغمة الذي يعدل المزاج، وللعربي إيقاعة الذي تتراقص له القلوب، لكل لحن ونغم. وهذه كرة الآن ملعوبة إلى الجهة اليسار إلى صالح نادي السد، عند تمريرة معادة إلى الخلف. السد يبقى في محاولة لخلفان إبراهيم، خلفان يتقدم يمرر الكرة، تذهب في مجاورة منطقة الجزاء، ثم الكرة لعلي أسد، علي أسد يذهب الكرة إلى خلفان إبراهيم، خلفان يمرر الكرة إلى تشافي إرنانديز. أعتقد أننا في ميعاد أفضل من ميعاد شوط المباراة الأول، بل أجزم أننا أمام موعد مهم مع المتعة. المباراة وفي شوطها الثاني أعتقد أن المتعة وعدت المباراة في الشوط الثاني، قالت ملتقانا في الشوط الثاني. هذه كرة ملعوبة عرضية تقطع إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية، إلى ركلة ركنية تذهب باتجاه نادي السد وتحديدا عند تشافي إرنانديز. طبعا عادل السليمي مع الكابتن خالد الفضل. هذه كرة ملعوبة إلى منطقة الجزاء، ثم التغطية حاضرة. عادل أسد أو علي أسد لعب كرة مقطوعة لتذهب لصالح النادي العربي على الجهة اليمنى. العربي عنده هجوم والكرة مرتدة للعربي، 3-4 الآن. خلاص كل اللاعبين عادوا لأن الكرة ذهبت بعرض الملعب بالطريقة التقليدية لكرة القدم. العربي من كان يسمى سابقا بالشياطين الحمر ويسمى بفريق الأحلام، معقل نجوم في الكرة القطرية، معقل نجوم. مثال ماجد الصايغ اللي كان كابتن المنتخب في فترته، وهناك بالمقابل الكابتن مبارك عنبر كان كابتن المنتخب القطري في فترة أخرى، وجاءت فترة في إبراهيم خلفان وعلي زيد ومحمد دهاب وخميس دهاب، وحارس المرمى تلك الفترة كان أحمد الماجد، وكلهم شاركوا في نهائي كأس العالم للشباب من جانب النادي العربي. مقابل كان من نجوم السد خالد سلمان، بدر بلال، نعم بدر بلال نجم برنامج الحكم، ناصر سالم اللي بهدفه في مرمى اليابان في نهائيات آسيا وصل لكأس العالم، مبارك مصطفى، عبد الملا، علي السليطي، أحمد خليل، ومجموعة أخرى من الفترة الثانية. وفي السد نجوم أمثال عبد الناصر عبادري نجم خط الوسط كان صاحب القذائف في التسديد، وخليفة خميس، والآن طبعا الاثنين في دارة الأخوية. في العربي أيضا الكابتن عبد الله سعد اللي يسمونه العرباوية وجه السعد كمدرب حينما يأتي ينقذ النادي العربي. هذه كرة ملعوبة إلى تقدم انطلاقة مرور عبد الكريم حسن إلى طلال البلوشي، 5 دقائق في زمن شوط المباراة الثاني. خلفان يأخذ الكرة، خلفان مع الكرة ما زال يتحكم فيها. يا سلام، أحبه وغصبا عني أحبه، واللي ما يحبه ما عنده ذوق في كرة القدم. هذه كرة ملعوبة في الجهات اليمنى مقطوعة تعود للنادي العربي. العربي عنده محاولة ملعوبة على الجهات اليسار واصلة إلى باوليني،
باولينيو يعيد الكرة بالخلف في وسط الميدان، الكرة على طول إلى خوخي معلم، خوخي يلعب الكرة إلى دافي تراوري. تراوري يعرف هذا الملعب جيدا لأنه أصلا ظهر إلى جانب نادي الأخوية قبل أن يتحول إلى جانب نادي العربي. الأخوية الذي أطلقت عليه في أول موسم بدأ فيه بدوري نجوم قطر بلقب الطوفان، أعتقد أنه الطوفان توقف والبركان أصبح خامد. هذه الكرة مهما كانت قوة البراكين يجيلها يوم من الأيام وتخمد، ومهما كانت قوة الأندية في كرة القدم يجيلها يوم من الأيام وتصاب بفتور. اسأل العربي عن هذا، اسأل العربي من قبل الأخوية، كان تاريخ بطولات وإنجازات. هذه الكرة ملعوبة إلى الأمام تقطع لتصل على الجهة اليسرى إلى نذير. نذير على طول إلى خلفان، نذير يلعب الكرة باتجاه تشافي هرنانديز، هرنانديز يلعب الكرة ممتازة باتجاه خلفان، خلفان يسيطر عليها إلى تشافي هرنانديز. راحت الكرة إلى خارج أرضية الملعب، طالت على الهيدوس. الهيدوس حقيقة نجم كبير، لكني في مباراة الليلة لم أشاهد الهيدوس، لم أشاهد الهيدوس. هذه كرة ملعوبة واصلة إلى صالح النادي العربي. من يسجل في مباراة الليلة؟ من يسجل مرة أخرى في مباراة الليلة؟ يسجل مع مشاهير سجلوا في تاريخ الديربي الكبير. لعل أشهر من كان سجل في مباريات الديربي البرازيلي المدافع جيرالدو، كان يسجل في أغلب المباريات من مسافات بعيدة. بالمقابل أكثر من يسجل في مواجهات الديربي الحكم الدولي حسن جوهر. تمريرة ملعوبة إلى زراعي، زراعي يلعب كرة واصلة في الجهة اليسار على طول، النقلة منقولة والكرة منقولة إلى الأمام لتقطع من جانب السلة. في العربي قطعة ما مفقودة ليكتمل الأداء، قطعة ما في العربي مفقودة ليكتمل أداء العربي جيد في هذا العام، ولكن هناك قطعة ما تفقد. عن ابحث عن القطعة المفقودة، الكل يستطيع أن يخمن ما هي القطعة المفقودة في النادي العربي، لكن يعلم جيدا السيد زولا ما هي القطعة المفقودة في نادي. هذه كرة ملعوبة من جافي إلى الأمام، والمرور من موريكي ومخالفة ركلة حرة مباشرة، كارت طبيعي جدا. أوه ليتك خليته، ليتك خليته يجيب جول ولا يعيش العربي طيلة مجريات شوط المباراة الثاني. ناقص اللاعب ومين؟ أهم لاعب ومين؟ القائد الذي يغادر بالورقة الحمراء. شوف الكرة المرتدة، مخالفة فيكتور كازاي الأوروبي. ما في الموضوع، ما في رحمة، والموضوع لا يقبل النقاش، والموضوع يأخذ القانون مجراه، القانون يأخذ مجراه مع السيد فيكتور كازاي الهنغاري. أعطى مخالفة وأعطى خوخي معلام البطاقة الحمراء. يقول محمد عالم، يقول لا تنسى كارلوس جينيرو سجل 5 في مباراة واحدة على العربي، لا تنسى عبيدي بيليه. طيب يا أبو خالد، كرة فيها مخالفة، ركلة حرة مباشرة مع دقيقة 10 في شوط المباراة الثاني. زولا يبحث في خياراته، زولا يبحث في دكة البدلاء، من يعالج الخلل؟ الخلل كبير يا زولا حينما يكون الذي غادر بالبطاقة الحمراء، حينما تنقص لاعب وحينما يغيب عنك زيادة على أنه تنقص لاعب، لاعب بحجم خوخي بوعلام، فالخلل كبير يا زولا. ركلة حرة مباشرة تأتي في مسافة بعيدة،
ركلة حرة مباشرة. المخالفة عندها أكثر من لاعب في السد، وإبراهيم ماجد هم بيسدد، لكن الكرة مقطوعة ولا هيدوز. الاثنين عرف بطبعا التسديدات القوية، لكن مع ذلك التسديدة مرت باهتة من الاثنين إلى خارج أرضية الملعب. 10 دقائق في زمن شوط المباراة الثانية. كنت قد وعدت المشاهد بشوط ثاني مليء بالمتعة أكثر من شوط المباراة الأول، وأرجو اللاعبين أن لا يحرجوا، أن يتمموا هذا الوعد الذي قطعته مع المشاهدين. هذه الكرة ملعوبة إلى رأسية تقطع. موريكي ممتاز، يلعب كرة إلى خلفان. خلفان وفي محاولة تذهب الآن لصالح النادي العربي. ممتازة التمريرة وذكية جدا، يبعد بالكرة عن الزحام، لكن سرعان ما عادت الكرة معها لصالح نادي السد. على طول تمريرة تذهب على الجهة اليسار، المحاولة سداوية والانطلاقة تقطع بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. الكرة راحت للأمام لصالح السد، ملعوبة عرضية، التطمت الدفاع، راحت إلى خارج أرضية الملعب. السد فوت فرصة الماضية لتذهب الآن كركلة مرمى لصالح النادي العربي. مسعود زراعي عند ركلة المرمى. أحمد مبارك الشافي المتواجد في الجهاز الإداري إلى جانب النادي العربي، يتحدث ويتخيل مع سليطي ما يحدث في شوط المباراة الثاني. يقول عن أحاسيسه في شوط المباراة الثاني. لحظة كان يتمنى مشجع العرباوي أن يسمع أحمد مبارك الشافي ماذا يهمس لسليطي للقطة الماضية. الشافي هل بدأ يتسلل إليه الإحباط من واقع المباراة، خصوصا بعد خروج خوخي معلم بالبطاقة الحمراء. الكرة ملعوبة الآن في وسط الملعب، تذهب الكرة في وسط الميدان إلى محاولة مقطوعة، تعود للمنتصف. إلى محاولة والكرة مقطوعة، عادت فيها إلى صالح خلفان. خلفان يلعب الكرة إلى موريكي. موريكي عند كرة يحاولي عندي موريكي، ما زالت الكرة معه، ضغط على حامل الكرة، راحت إلى الهيدوز. الهيدوز خسر الكرة لتذهب الكرة إلى صالح النادي العربي. الأوضاع حتى الآن مطمئنة بالنسبة للمشجع العربي، يرتاح على الأقل أن تكون المباراة هادئة، وعند لاعب مطرود النتيجة بالتعادل إيجابي هدف لهدف، وفي ديربي الدوحة أمر مريح، أمر مريح لجمهور النادي العربي. لكن مشجع العرباوي يقول يجب أن لا تكون الأمور بأسوأ من هذا، يجب أن لا يأتي شوط المباراة الثاني بأخبار أسوأ من الأخبار التي يعيشها النادي العربي. لكن السؤال العربي، متى يتوقف عن البطاقة الحمراء؟ المباراة الماضية بطاقة حمراء، رجب حمزة اعترف بأنه أخطأ معه، بأنه اقترف خطأ بحق نادي، قدم اعتذاره لجمهوره وقال لما أتمنى أن أتسبب وأفسد جمالية الحضور الجماعي. الهيدوس يأخذ كرة، يلعب كرة بعرض الملعب على طول إلى موريكي. موريكي تقدم، موريكي مع كرة ملعوبة إلى الأمام لكنها تذهب باتجاه حارس المرمى. على طول تذهب إلى الأمام مقطوعة لتعود إلى صالح عبد الكريم حسن. إلى خلفان، خلفان هل يفرح الليلة ويغضب والده؟
حقوق مشروع، حقوق مشروع يا خلفان. هذه كرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. حقوق مشروع يا خلفان أن تغضب والدك الليلة في المباراة، بس إلى هنا وبس. لكن تنتهي المباراة تروح تبوس على رأس والدك، كنت فايز وإن كنت خسران وإن كنت متعادل في كل الحالات، وتشكر لأن ورثك نجومية كرة القدم. هذه كرة ملعوبة. عربي أحد أهم أساطير إبراهيم خلفان، والسد واحدة من أهم أساطير خلفان إبراهيم خلفان. الاثنين أكيد ما التقيا اليوم في المنزل، لا خلفان ولا الكابتن إبراهيم. بعد المباراة اللقاء والموعد. هذه كرة فيها صافرة مخالفة ركلة حرة مباشرة. ركلة حرة مباشرة لمصلحة النادي العربي. وعند مثل هذه الكرات الثابتة يتذكر جمهور العربي من إسكوليتشي الذي تميز في 2010 بالكرات الثابتة. خطأ من مسافة بعيدة، ركلة حرة مباشرة لمصلحة النادي العربي. الكرة الثابتة تأتي في مسافة بعيدة، لاعبين السد يتراجعون، والكرة الثابتة عند علي جاسمي. المباراة ما زالت بالتعادل إيجابي بهدف لهدف، حتى والعربي يغادر لاعب الورقة الحمراء. الكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، مقطوعة من نادير بن الحاج. نادير يلعب الكرة، ارتطمت بعلي أسد لتعود الآن لصالح النادي العربي. المحاولة العربوية على الجهة اليمين، والتقدم العربوي على الجهة اليمنى. ملعوبة عرضية إلى عبد الكريم حسن. عبد الكريم يأخذ الكرة، يلعب الكرة بعرض الملعب هناك في الجهة اليمنى، لكن الكرة مقطوعة لتعود عربوية على اليسار، والمحاولة لدامي. الله، لكن الكرة تصدى لها حارس المرمى السداوي مهند رعيم. وحينما تتحدث عن حراسة المرمى للسد تتذكر محمد وفا أعظم حراس المرمى بتاريخ الكرة القطرية، المنتخب القطري ولنادي السد، الذي طبعا بعد ذلك أتى حارس مرمى الريان يونس أحمد. هذه كرة ملعوبة طويلة ممتازة للعربي. هوبا، شوت. الله 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 الله. حطها مورينيو. لا 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 لا، مورينيو سجل الثاني. الأيام كلها أيامك يا جمهور العربي، والليالي كلها يا لياليك يا جمهور العربي، والليلة ليلتك يا باولينيو. باولينيو حط الكرة في المرمى، حط الهدف الثاني. العربي برجالة، العربي بالحضور وبالموجود وبمن حضر. لا يهمه، لا يهمه عدد رجالاته، زادوا أو نقصوا، حتى وأن نقصوا روح رجالاته، روح رجالاته كافية، روح رجاله وبروح جمهوره ينتفض جمهوره بروح الرجال وبروح الجمهور المنتفض في المدرجات. العربي يتفوق على السد وعلى نقصه في المباراة، والسد عند كرة لكنها مقطوعة تذهب إلى صالح السد. الآن الكرة في الجهة اليسار، راحت الكرة للسد في الجهة اليسرى إلى محاولة عند شافيرنانديز. يلعب الكرة للأمام، الكرة مقطوعة ثم تعود لصالح نادي السد إلى الجهة اليمين. ملعوبة عرضية لكنها إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. كفى عبثا بتاريخ السد. حوار بين عموتة ومدرج السد، مدرج السد مدرج نخبوي، حينما يتحدث فهو رأي مسموع،
رعية مسموع فعلوها مع كوزمين أولاريو فغادر، واليوم يصنعونها مع عمودة، فهل يغادر؟ فهل هذه المطالبات ستجد أذانا صاغية أم أن عمودة باقي حتى إشعار آخر، حتى إشعار آخر؟ فرنانديز يلعب الكرة، هذه كرة ملعوبة ساقطة واصلة لصالح السد، لكن على طول واصلة عند حارس المرمى. مسعود زراعي، زراعي يلعب الكرة في جهة اليسار، والمحاولة على طول تذهب لصالح النادي العربي إلى باولينيو، باولينيو عرّاب الفرح، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. إلا أنت إذا تنصاب، تنصاب معك قلوبنا، هكذا أو هذا لسان الحال بالنسبة للجمهور العربي. باولينيو الواقع على أرضية الميدان، لسان الحال للجمهور العربي، كل لاعب ينصاب عندنا له بديل، إلا أنت إذا انصب تنصاب معك قلوبنا. باولينيو وقف بعدما توقف مع نبض جمهور العرب. هذه كرة ملعوبة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. الإشارة إلى ماذا من السيد فيكتور كاساي؟ إلى رمية جانبية تذهب فيها الكرة لصالح النادي العربي على الجهة اليسار في هذه اللحظة، الرمية الجانبية لصالح النادي العربي. ملعوبة إلى صافرة مخالفة، ركلة حرة مباشرة. من المشاهير التي حضرت في الديربي، ومن أشهر لاعبي كرة القدم طبعا اللي حضروا في الديربي روماريو، مع السد جابرييل باتيستوتا إلى جانب النادي العربي. جابيغول، هذه كرة فيها مخالفة ملعوبة إلى منطقة الجزاء. بتشافي خلفان حسن الهيدوس بكل النجوم، السد حتى الآن يسقط في اختبار العربي الذي يلعب بعشر لاعبين فقط. هذه الكرة ملعوبة إلى اليسار إلى صالح السد عند نادير، والكرة لخارج أرضية الملعب إلى الأوت، رمية جانبية. جمهور العربي أحلى صرخ وأحلى فرحة من سنوات، ما تفاعل مثل هذا التفاعل اللي يتفاعل في هذه الليلة. في تبديل من جانب نادي السد، حمزة الصنهاجي يشترك كبديل في هذه اللحظات. الصنهاجي لعبة الرمية الجانبية لصالح نادي السد بعرض الملعب. تشافي هرنانديز يلعب الكرة في الجهة اليمنى إلى الصنهاجي، الصنهاجي يلعب عرضية، أوه عدت الكرة لتعود الآن لصالح النادي العربي. يا سلام يا سلام، وهذا أنا صفك، هذا أنا صفك، يا سلام، برافو، يا سلام حقيقة. الحي يحييك والميت يزيدك غبن. العربي تفلسف، تفلسف واعزف السيموفونية كما تريد، كما تريد. هذه كرة ملعوبة إلى وسط الملعب إلى صالح نادي السد إلى الجهة اليمين، المحاولة عرضية لكنها تعود للسد مرة أخرى. ملعوبة الكرة إلى الجهة اليسار، عودة الجماهير إلى المدرجات أحدثت زلزال في أرضية الدوري، وبالتالي تغير في تضاريس الدوري. وافهم يا فهيم، هذه الكرة فيها ركلة ركنية لصالح السد، الركلة الركنية ملعوبة من الجهة اليمنى على طول بالرأس مقطوعة، راحت ركلة ركنية من جديد للسد الذي يواصل ضغط الآن. تشافي هرنانديز، عمودة محرج حقيقة، ما يحدث يحرجه ويحرج فريقه معه، والكرة الآن بالرأس لتذهب إلى مسعود زراعي، راحت لمسعود زراعي، مسعود زراعي
عند كرة ملعوبة للأمام على طول واصلة لعبد الكريم حسن. عبد الكريم حسن يلعب الكرة لتشافي هرنانديز. هرنانديز مع المحاولة ملعوبة في وسط الميدان لصالح السد. خل مثلثاتك ومربعاتك الحين تنفعك. ما في نتيجة. مثلثات مربعات ما في نتيجة. الكرة للصلهاجي. يتقدم الصلهاجي. يلعب كرة لصالح علي أسد. وثم علي أسد يتسبب بمخالفة ركلة حرة مباشرة. السد هل يبكي على اللبن المسكوب حينما كان مع فوساتي بطلا لمسابقة الدوري ولدوري أبطال آسيا؟ اليوم فوساتي انتزع الصدارة أو ثبت الصدارة. ثبت الصدارة لفريقه. ضرب اطنان الصدارة في مسابقة الدوري. ويأتي عموت الذي جاء خلفه ليقدم سد مهزوز إلى هذه اللحظة في المباراة. كرة لصالح النادي العربي في الجهة اليمين. قدم العربي الآن في فرصة ملعوبة طويلة جدا من الجهة اليمنى. المحاولة الاستدارة سيد أشكان مع الكرة يلعب الكرة على الجهة اليسار. أوه أوه مصعب محمود لعبها فرط فيها لخارج أرضية الملعب. فرط فيها لخارج أرضية الملعب. أحوج ما يحتاج العربي هذه الكرة يا مصعب. أحوج ما يحتاج من المباراة هذه الكرة، لأن هذه الكرة كانت كفيلة بأن يعود العربي معها ليغلق كل المناطق الدفاعية. هذا يعرف زميلك معلم، هو غاضب، يعرف أنه هذا أحوج ما يحتاج العربي الآن. بل يا أبو علام أحوج ما يحتاج العربي أن تكون موجود معه وبجانبه وتقف بجواره في أرضية الملعب. الكرة الآن في اليسار راحت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية لصالح السد. عدد كبير من الركلات الركنية لا يستفيد ولا ينتفع منها السد حتى الآن. الكرة ركلة ركنية لصالح السد. التحرك من جميع لاعبين إلى منطقة الجزاء أو في حدودها. الكرة ملعوبة داخل المنطقة ما فيها شيء. اللعب مستمر. عادت الكرة من جديد لصالح السد. علي أسد يلعب الكرة بالجهة اليسار. لاعب العربي واقع على أرضية الملعب. هذا الأمر لا يعجب جمهور السد الذي يظن بأن اللاعب العربي واقع من أجل أن يهدر على فريق الوقت. وبالتالي الحكم راح ليتأكد من ذلك. راح ليتأكد من هذا وثم بعد ذلك يعطي الإذن للجهاز الطبي بأن يتدخل يسعف لاعب النادي العربي الواقع على أرضية الملعب. التبديل خروج خلفان إبراهيم الذي لم يكن في أفضل حالات الليلة ولا حسن الهيدوس في أفضل حالات الليلة. على كل ممكن كرة تسقط على كل حال. تبديل أيضا من جانب النادي العربي يتحرك لإجراء تبديل. ربما العربي يريد أن يحافظ على مناطق الدفاعية. هذه كرة معادة على طول باتجاه حارس المرمى مهند نعيم. عبد الكريم حسن أحد النجوم الشابة التي أنتجتها أكاديمية أسباير الأكاديمية العالمية. من لا يعرف أسباير عليه أن يزور أسباير. لا أحد يعبر عن سباير حتى يزوره. الصرح الرياضي العظيم. هذه كرة معادة إلى الخلف إلى صالح نادي السد. وكرة عرضية ملعوبة إلى صالح السد من جديد على الجهة اليسار. الزعيم عنده كرة ملعوبة عرضية والمحاولة تقطع بالراس لتعود الآن مرة أخرى في صالح النادي العربي. السد يأخذ الكرة من جديد على الجهة اليمنى. السدوية يحاولون العودة مرة أخرى في المباراة والكرة ترفض ذلك إلى الآن. محاولاتهم فاترة
هذه المحاولات السنوية لا تكفي من أجل العودة. نعم كنا نتحدث عن الصرح الرياضي العظيم، الصرح الشامخ أكاديمية أسبانيا. أتمنى من الجميع أن يقف على 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 هذه الأكاديمية الرائعة جدا. قطر التي تسجل نهضة في كل الاتجاهات وفي كل المجالات. نحن كرياضيين نقدم الشكر، كل الشكر لحكومة قطر على هذا الدعم اللامحدود للرياضة. هذا التبديل العرباوي الآن، خروج عمر العمادي ودخول محمد شعبان اللاعب البديل في هذه اللحظة. ركلة مرمى تذهب إلى مصلحة نادي العربي. العربي بإيش فكرة الجو العام، مزاجه الحين أو خياله هو مزاجه عالي، ما اختلفنا، مزاجه عالي ما اختلفنا، لكن خياله يروح بوين، بيسرح بوين، يذكره في أيام خلت، أيام مبارك مصطفى يمين، عادل ملا يسار، والممول البرازيلي ماركو أنطونيو. هذه كرة ملعوبة عرضية، يعني مشجع العربي لا يجد في حديثنا هذا امتداد حينما نذكر كل يوم الثاني بهذه الأسماء، بل يجد أنسا ونحن نذكر بهذه الأسماء الكبيرة، بهذه الأسماء الرائعة جدا التي أعطت للعربي وأعطت لبلدها الشيء الكثير. تشافي هرنانديز، تشافي قدم، تشافي، تشافي مرر إلى طلال. هل هي الأيام الأخيرة لحسن عموتة؟ سؤال، هل هي الأيام الأخيرة لعموتة أو لا زال لعموتة حضور في دوري النجوم؟ هذه كرة مقطوعة إلى خارج أرضية المرمى. هذا لا يقلل من شأن حسن عموتة، كل مدرب قد يحدث مع دروب لسبب آخر، لسبب آخر، لكن عموتة أعتقد إداريا كل شيء مقدم له، كل شيء مقدم له. يعني مثلا مورينيو كل شيء مقدم له في تشيلسي، مع ذلك الإخفاق مستمر. وهذه كرة ملعوبة عرضية، والمحاولة داخل منطقة الجزاء، والمرور موجود وحاضر على الجهة اليسار، لكن الكرة تقطع. يعني لكن عندنا رادي شنيشل، مدرب رائع للأمانة، مدرب رائع، لكن رادي شنيشل اللاعبين اللي معه بعض الأسماء الأجانب اللي معه مش هي العام الماضي. العام الماضي عند حمد الحرماوي يعني لاعب رائع جدا. بطاقة صفراء على لاعب النادي العربي سيد أشكان. رمية جانبية الآن على الجهة اليسار لنادي السد، الرمية الجانبية ملعوبة والكرة في مصلحة الزعيم الذي يبحث عن هدفه. قلنا بأن شيئا ما مفقود في أداء العربي، وجدنا ذلك المفقود وجاء ذلك المفقود. ولكن الآن المفقود هو هدف السد الذي يبحث عن هدف التعادل. الكرة ملعوبة عرضية إلى منطقة الجزاء، والمحاولة ما زالت حاضرة. ركلة جزاء، فيكتور كاساي أعلن عن ركلة جزاء، ركلة جزاء لنادي السد. حينما اقتربنا من المنعطف الأخير جاءت ركلة الجزاء لنادي السد، ومسعود زراعي بطاقة صفراء على إثر هذا الاعتراض على قرار حكم المباراة. لن تغير شيئا من قرار حكم المباراة. هذه لقطة ركلة الجزاء التي جاءت صحيحة. نعم سيد أشكان كان يعرف، لذلك التفت على الحكم مباشرة. والله ما أعرف هو لامس أو هي القدم رايحة، القدم اتشاف أو رايحة الساق اتشاف. طيب هي لامس أو ما لامس، ما أعرف، ما أعرف. هذا جمهور العربي الذي يتحسر، أولا يغضب من الحكم،
تتسلل الى قلوب العربوي. موريكي ركله جزاء، موريكي الحكم اعطى الاذن، موريكي تقدم والكره ملعوبه. جول حطها موريكي وسجل التعادل، وعاد السد مره اخرى، عاد السد مره اخرى من نقطه الجزاء. لكن شيء ما في كبرياء الزعيم لا يفرحه، لانه رغم ان العربي ناقص اللاعب، العربي هو من تقدم، والسد حينما عاد من ركلة جزاء. لذلك كبرياء الزعيم يجعل لا يسعد ولا يفرح بفرحة كبيرة مع عودته بهدف التعادل. جمهور السد نعم يفرح، الجمهور بطبعه عاطفي لا يريد الخسارة، لا يهم أي الطرق للفوز وأي الوسائل للانتصار، يهم أنه لا يريد الخسارة. لكن لاعب السد يتذكر أن للسد كبرياء يجب المحافظة عليه. هذه الكرة فيها مخالفة الآن موجودة لصالح النادي العربي، ملعوبة المخالفة إلى الأمام، الكرة بالرأس لتذهب بعد ذلك باتجاه حارس المرمى من جانب النادي العربي أو من جانب نادي السد. مهند نعيم، مهند يلعب الكرة إلى تشافي هرنانديز، تشافي، تشافي ما عنده كرة، تشافي يبحث عن زميل إلى طلال بلوشي. حتى نتيجة التعادل بمثابة انتصار لروح العربي. أن تلعب ناقص اللاعب، أن تلعب رغم كل هذه الظروف وتسجل وتكون عندك المبادرة لتتقدم، بل أنك استطعت أن تقلب الطاولة وتقلب النتيجة على السد، هذا حتى الآن يعتبر في عرف الرياضيين أنك تتفوق على نفسك. تشافي هرنانديز عند كرة، تشافي هرنانديز لعب الكرة إلى طلال، طلال يأخذ كرة للأمام، يلعب الكرة في الجهات اليسار، المحاولة ملعوبة عند نادير بلحاج، نادير يلعب الكرة عرضية والمحاولة ساقطة لكنها تقطع إلى خارج أرضية الملعب. باولينيو أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. كل الجماهير وقوف الآن، كل الجماهير وقوف الآن في اللحظات العصيبة من المباراة. تشافي هرنانديز، تشافي هرنانديز يلعب الكرة إلى منطقة الجزاء والكرة بالرأس. الله، يا فرحة ما تمت، يا فرحة ما تمت. كرة في أوفسايد، كرة في أوفسايد، ركلة حرة مباشرة، القرار يأتي من فيكتور كاساي. لا تعارض المجري، لا تعارض المجري، فما يقول حق لا يقبل الشك. كرة في أوفسايد، ركلة حرة غير مباشرة، فرحة ما تمت للسد. الكرة تذهب لصالح النادي العربي الآن كركلة حرة غير مباشرة. فيكتور كاساي يدير المباراة بنجاح. سبق الحكم سعود العذبة القطري الذي أدار مواجهة وقمة الريان لخويا. تشافي هرنانديز يلعب كرة ساقطة ممتازة إلى موريكي، موريكي يخسر الكرة ومصعب خذ السدادة. أبعد زراعي والكرة لخارج أرضية الملعب. ليس زراعي من أبعد الكرة، رهونة مصعب خضر. شوف الكرة مرة ثانية، تسديدة مصعب خضر إلى خارج أرضية الملعب. موريكي ما استفاد الكرة وضعها تشافي هرنانديز بشكل رائع، هو من أطلقها على نفسه قبل أن يتدخل مدافع وقبل أن يصل الحارس وقبل أن يصوب مصعب خضر الكرة بهذا الشكل، وتذهب الكرة بعيدة جدا إلى خارج أرضية الملعب. تشافي استقرت الكرة عند أقدامه. تشافي هرنانديز يلعب الكرة خلف المدافعين لكن الكرة طارت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. آخر خمس دقائق من المباراة.
الكرة فيها ركلة مرمى إذا عند زراعي بهذه الأثناء. أوه يا كابتن. هذه كرة ملعوبة على الجهة اليمين لصالح العربي تقطع إلى نذير بدر بوسط الملعب. يعطي الكرة لتشافي. تشافي يلعب الكرة إلى نذير. نذير يلعبها ساقطة ممتازة راحت للأمام لكنها تطول لتصل أخيرا إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى. زراعي يلعب الكرة للأمام إلى نذير بالحاج. ملعوبة الكرة في الجهة اليسرى. الوقت الأخير من المباراة. من يسجل؟ من يسجل ثالث أهدافه ويظهر بالنقاط الثلاث؟ هذه الكرة إلى موريكي. عدى موريكي. مرر. ثم الكرة تقطع. كرة بالراس لتعود الآن لصالح النادي العربي. المحاولة إلى نذير بالحاج. نذير تقدم. نذير الكرة معه. واصل الكرة الآن إلى صالح السد. تشافي هرنانديز. تشافي يلعب الكرة بالجهة اليسار. والمحاولة العرضية الآن داخل المنطقة. شابان يطلع الكرة ترجع الآن بخطأ من كوزارا مرتدة. الكرة ملعوبة على الجهة اليسار لصالح العربي. عبد الله معرفي يا سلام يا لعيب يا عبد الله. عبد الله معرفي عند الكرة. ما زالت الكرة في حوزته. يلعب الكرة بالجهة اليسار لكنها عادت إلى صالح السد. كانت مشكلة عبد الله معرفي الوحيدة بالكرة الماضية هو نقص العرب. الكرة ملعوبة إلى تشافي. تشافي يلعب الكرة بالجهة اليمنى والمحاولة منقولة بعرض الملعب ثم تذهب إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. حسن الهيدوس عند الركلة الركنية. العربي عند لاعب وقع على أرضية الميدان. الجهاز الطبي يصل الآن إلى ملعب المباراة من جانب النادي العربي. الجماهير في حيرة من أمرها تنتظر ما قد يحدث الآن وما تسفر عن هذه المواجهة. عبد الله مبارك. عبد الله مبارك لابد أن يستمر وأن يستجمع قواه في اللحظات الأخيرة من هذه المباراة. ركلة ركنية في صالح نادي السد الذي يلعب بفارق لاعبين الآن. والكرة موجودة عنده. تسديدة على طول ترتد إلى خارج أرضية الملعب. إلى خارج أرضية الملعب تصبح الكرة الآن كركلة ركنية. الركلة الركنية للسد. الثواني الأخيرة من شوط المباراة الثاني. والسد يحاصر العربي في مرمى. والكرة على طول من باوليني بالراس المتفوق هجوما ودفاعا. الكرة الآن لصالح السد. يخطف كرة لكن فيها مخالفة. ركلة حرة مباشرة وهجمة مرتدة. معرفي يلعب الكرة إلى الجهة اليسار. يحاول سريعا السد أن يستغل التقدم أو العربي أن يستغل تقدم السد. الكرة لسيد أشكال. سيد وقع ومخالفة. ركلة حرة مباشرة في مكان خطير. مخالفة في مكان خطير. النقاش غير مقبول مع فيكتور كاساي لأني أجد يقدم مباراة رائعة على أكمل وجه. هذه المخالفة والاحتكاك الذي حدث مع سيد أشكان يكسب على إثر مخالفة ركلة حرة مباشرة. سنتابع الآن الحكم الرابع بماذا يشير. حوار صعب جدا بين زولا وحسن عموتة. خمس دقائق وقت بدأ ضايع. حسن عموتة وزولا وحوار متشنج الآن. حوار متشنج.
لم يلتقط هذا الحوار المتشنج الذي كان بين الجهازين الفنيين. ركلة حرة مباشرة ومخالفة موجودة الخمس دقائق الأخيرة. هنا باولينيو من سجل هدفين. شوف هذا نهاية الحوار، هذا نهاية النقاش. الحين رجع وين؟ كان واصل قريب من النادي العربي. هذا صاحب الجولين، صاحب الجولين ضيع الكرة، عادت لباولينيو، عاد الله الله باولينيو سدد لكنه خسر الكرة في الأخير. باولينيو يقدم شيء من خيال، شيء من خيال، شيء يفوق الوصف. لذلك يا باولينيو ما تقدمه لا أستطيع وصفه، لا أتمكن من وصفه. لساني عاجزا عن أن يباري هذا الأداء الذي تقدمه في شوط المباراة الثاني وفي المباراة على وجه العموم. هدف أول خرافي، هدف ثاني خرافي، حضور دفاعي، حضور على مستوى الهجوم في كل مكان يتواجد باولينيو. هذه كرة لصالح السد. من حق السد أن يبحث عن الهدف الثالث، ولكن من ليس من حقه أن يفوز على العربي. العربي فعل الكثير في المباراة، العربي فعل الكثير رغم النقص في المباراة. عبد الكريم حسن يلعب الكرة في الجهة اليسار والمحاولة فيها مرور، وممتاز المرور من الهيدوس، يا سلام عدى، لكن الكرة مقطوعة ترتد للنادي العربي. سيد أشكان يلعب الكرة للأمام إلى مهند نعيم. مهند يأخذ الكرة، قدم فيها للأمام. السد يشعر بأنه أشبه بالخاسر حينما يتعادل مع فريق ينقص لاعب من أول عشر دقائق من شوط المباراة الثاني. هذه كرة ملعوبة إلى اليسار، المحاولة لصالح السد ما زالت جارية. منقولة عرضية داخل المنطقة، شعبان طلع الكرة، يا سلام معرفي أبعد الكرة، عادت إلى تشافي هرنانديز. تشافي عند كرة، تشافي دور على زميل، دوران من تشافي لاعب الخبرة، يلعب الكرة في الجهة اليسار. المحاولة ملعوبة عرضية ثم واصلة على طول من دفاع النادي العربي، وحصار للنادي العربي في منطقة الجزاء، والكرة ملعوبة عرضية لكنها تبعد إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. السد ما أعرف كم عنده ركلة ركنية، صدقون أصبح من الصعب بمكان أن تحصي الركلات الركنية لنادي السد، تحتاج إلى إحصاء إلكتروني. هذه كرة ملعوبة إلى محاولة واصلة في الجهة اليسار، مقطوعة للنادي العربي. العربي عند كرة مقطوعة مرة أخرى لتعود من جانب السد. الكرة عربوية، السلام سيد أشكان قاتل على الكرة الماضية، حصل عليها والكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى الأوت رمية جانبية، إلى الأوت رمية جانبية. السد هل يتعثر مرة أخرى بنتيجة التعادل كما حدث في مباراة الخور؟ بنتيجة التعادل يتقدم إلى المرتبة الرابعة على حساب المصلال ب 13 نقطة، والعربي والسد يضيف نقطة، لا يتحرك إلى الأمام أو إلى الأسفل. هذه الكرة ملعوبة لعلي السد، تقدم علي، مر الكرة، يخسرها، ترجع لصالح السد، وعبد الكريم حسن يأخذ كرة مقطوعة، ترتد للعربي، العربي في كونتر أتاك، هجوم مرتد، سيد أشكان يبحث عن زميل، روح لوحدك، روح. خلاص تعبوا الجماعة، تعبوا الجماعة، عشر لاعبين، عشر لاعبين، كثر الله خيرهم، كثر الله خيرهم. هذه كرة ملعوبة لتعود للعربي. السد عند كرة من جديد، الهيدوس، آخر كرات المباراة، آخر صورة، آخر كرة، اللقطة الأخيرة. هذه كرة ملعوبة عرضية للسد، واصلة إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة ركنية، إلى ركلة ركنية. الركلة الركنية الآن آخر كرة في المباراة، آخر صورة في المباراة. السد بركلة ركنية ملعوبة، وعلى طول زراعي طلع الكرة، وصل هجمة مرتدة لنادي العربي. معها أيها السادات والسادة،
متابعينا مشاهدينا، أطلق حكم المباراة صافرة معلنا عن نهاية الموقعة الكروية، عن نهاية أحلى وأجمل لوحة، عن نهاية ديربي الدوحة بتعادل إيجابي بهدفين لهدفين. مباراة أوفت بوعودها، قمة كروية بمعنى الكلمة، استحقت أن تكون قمة الأسبوع. لكم التحية والشكر متابعينا، متابعي قنوات الدوري والكاس على طيب المتابعة. الشكر قبل ذلك لجماهير الفريقين فردا فردا الذين أثروا هذه المباراة بحضورهم في المدرجات. شكرا للاعبين على هذا الأداء المنتصر من هذه المواجهة بدون أدنى شك ولا جدال. هو النادي العربي بعشر لاعبين بتكاتفهم بروحهم استطاعوا أن